دعني اخبرك سرا في البدايه، انا من الناس اللي موسيماني نجح بشده ان هو يخليها تفقد شغف تشجيع الاهلي. اه دي حقيقه للاسف. موسيماني اجبرني ان انا ما بقاش مستني الاهلي يقدم كره جميله، مهما كان المنافس ضعيف، مهما كان المنافس خايف من اسمك، مهما كنت انت بطل افريقيا، مهما كنت بطل افريقيا لسنتين على التوالي، مش عارف تعمل شخصيه للفرقه، ومش عارف انك بعد ما تسجل الهدف الثاني في هدف ثالث وفي هدف رابع وفي محاوله فرض السيطره ومحاوله فرض العضلات، لا انت في محاوله لدلع واستهتار من لعيبه بتنم على ان انت كمدير فني مش مسيطر على اي حاجه جوه الفرقه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتخليني ما بحبش وفتره تولي بيتسو موسيماني في النادي الاهلي، وهي فكره السيطره على غرف الملابس، السيطره على مقاليد الحكم في الاهلي. هل موسيماني فعلا بيحكم الاهلي بنسبه 100%؟ هل موسيماني فعلا قادر على السيطره على فريق بحجم النادي الاهلي بنسبه 100%؟ القصه مش قصه انك بتنتصر، قصة قصة التعلم من الأخطاء. لما تقول إنك خسرت ماتش سان داونز علشان خاطر كنت بتضيع فرص كتير واللعيبة كانوا بيستهتروا، وتقول إن أنت النهاردة كنت معرض برضو إنك تتعادل ماتش قدام المريخ السوداني اللي هو مفترض إنك جاي النهاردة تصالح جمهورك بعد الخسارة قدام سان داونز، برضو نفس المشاكل بتاعتك هي هي، نفس الرعونة في الأداء هو هو، نفس فكرة الفينش اللي فيه دلع علشان خاطر فيه لعيبة عايزة تجيب أهداف فشيخة ما حدش بيجيبها غيرها، هو هو كل حاجة عندك تبكل، حتى تغييراتك الغبية المتخلفة هي هي. أفضل لاعب في المباراة كل مباراة بيتم تغييره أحمد عبد القادر، إهانة حسام حسن كل مباراة في الدقيقة 89 بتنزله، مجاملة محمد مجدي قفشة اللي بيكون مش شايف قدامه بتلعبه في كل حتة في الملعب، 4 3 3 مجدي قفشة بيكون موجود فيها بيلعب ناحية الشمال ناحية اليمين، ناحية اليمين مفترض ان هو واخدها في نص الملعب، وناحية الشمال المفروض ان عمرو السوليه اللي هو عمرو السوليه اساسا بيلعب ناحية اليمين، فاحنا قلبناه بحيث نودي قفش ناحية الشمال، وشوية تاني وهنقلبها ونجيب عمرو السوليه يمين ونودي قفش ناحية الشمال. ليه؟ عشان اللي عمل تاريخي، لولا قفشة ما كانش الزمالك صاحب 9 ولا الدقيقة 85 ولا القضية ممكن ولا العاشرة ولا أي حاجة، لولا قفشة انا ما كنتش هبقى موجود في الاهلي. طب انا هفضل احط مجدي قفشة في الملعب وهو سايق وهو مش شايف قدامه؟ انا بعامل فرقه زي المريخ السوداني ان هي خصم قوي جدا، رغم ان انا مخلص على المريخ السوداني في 34 دقيقه، 34 دقيقه كانوا كافلين ان انا اسجل الاول والتاني في المريخ السوداني، بس مع ذلك الفرقه بتنكمش، الفرقه فيها مشاكل ان عمرو السوليه بدنيا بقى مرهق جدا، والسوليه بقى لازم يتغير كل مباراه، بس مع ذلك انت سايب السوليه كل مباراه مكمل، رغم ان السوليه واحد من اللعيبه اللي كانوا مؤثرين في ان الاهلي يطلع كسبان النهارده، لان السوليه عمل 1-2 وخدها في منطقه الجزاء وسجل الهدف الثالث اللي هي اتحسبت اون جول للمساك بتاع المريخ السوداني، بس السوليه حس لما جمهور الاهلي قال لك العب خلي عندك دم، لعيب زي السوليه حس ان احنا لازم نرجع وان احنا لازم نأدي، وان احنا مدربنا مش عارف يسيطر علينا بس احنا نأدي جوه الملعب عشان خاطر الجمهور، بدأ ان هو يهزقنا بس على الهادي شويه، يعني مش لازم يشتمونا شتيمه صريحه علشان يكون واضح ان احنا ما عندناش دم. فرقه زي المريخ السوداني عملت عليك ريمونتادا في الجيم ومن 2-0 ليه 2-2؟ ليه؟ مع احترامي لكل الاخوه في السودان ومع احترامي المريخ السوداني، مش دي الفرق خالص اللي انت بتتكلم على ان انت تعمل معاه نتائج سلبيه وانت مفترض بطل القاره دي سنتين. ما هتعلوها طيب. انا يا عم راجل ظالم، انا راجل ما بحبش موسيماني، بس انا راجل شايف ان الاهلي ما عندوش شخصيه مع موسيماني. الاهلي بيعرف يلعب الماتشات اللي بيكون مطالب فيها ان هو يكون رد فعل مع موسيماني، انما الماتشات اللي مطالب فيها يكون بيعمل هجوم هجومي مش موجوده خالص عند موسيماني، ومش هو المدرب اللي بيعرف يعمل لي تغييره. بالعكس كل تغييرات موسيماني بتدمر الفرقه وبتبوظها اكتر. يعني مثلا بيرسي تاو النهارده مان اوف ذا جيم بالنسبه لي هو ومحمد شريف واحمد عبد القادر، انت طلعت منهم اثنين وخليت واحد. طلعت بيرسي وطلعت احمد عبد القادر وسبت محمد شريف. وبعد 10 دقايق لما سجلت الهدف الثالث طلعت محمد شريف ونزلت حمدي فتحي. نفس ام التغيير العقيمه اللي خسرتنا الدوري اللي قلت انك بتتعلم برضه مكملها هي هي. فما تجيش تقول لي ان ده مدرب وده الكوره مش كده. الكوره فكره انك مستني ناس تصحح اخطاء، مستني تشوف كوره جميله. انا مش مستني منك كوره جميله ولا انت عارف تصحح اخطاء. بتكسب بقدرات فرديه وبمهارات فرديه للعيبه بس لا اكتر ولا اقل. انما انت كسيطره على الفريق مش ناجح سيطر على الفريق. كشخصيه للفريق واضحه مفيش شخصيه واضحه على الفريق. في لعيبه جايه لك نجوم زي محمد عبد المنعم معاك وتحت استمرارك
يعني استمرار قيادتك الفنيه العظيمه جدا محمد عبد المنعم مش شايف قدامه. ده غير طبعا ان رامي ربيع محتاج حد يعني يسنده بعكاز علشان خاطر يعرف يدافع معاه، غير ان محمد هاني ماتشات الناشئين بيرجع لها. معلول عمل جيم عظيم جدا كطبيعه علي معلول الماتشات الاخيره. بس انت بتتكلم على حاجات تطوير منظومه شكل الفريق. انت اساسا ما عندكش شكل فريق، بتتكلم على تطوير ايه؟ دايما النتائج بتغطي المدربين مالط، وطول ما النتائج شغاله كويس محدش يقدر يتكلم في اي حاجه، وطول ما في تعريض عظيم جدا على السوشيال ميديا ولا يبقى في اي حاجه. انت عايز ان انا اطلع فخم ولا الاهلي صاحب؟ انا مش كده، لان انا راجل اهلاوي وكنت متعود على اهلي تاني خالص. اهلي تاني خالص موسيماني بدا يسلبني من الاهلي ده، فانا طبيعي ان انا ما احبش موسيماني ولا اقدر موسيماني مهما كسب من بطولات، لان القصه مش قصه بطولات خالص. جوزيه كان بياخد بطولات اه، بس الاهلي كان عنده شخصيه عظيمه بيهابها الخصوم، انما الاهلي دلوقتي صاحب بطولات وعنده شخصيه مضحكه بيضحك عليها الجمهور لا اكتر ولا اقل. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فده رايي انا، عايز تحترم احترم، مش عايز تحترم ممكن نفضل نخبط في بعض في الكومنتات طول اليوم، ما عنديش اي مانع.